أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود. مواصفات هذا العود أن الوجه من السيدر الظاهر بالإضافة للزند والبنجق بالكامل من المهوغني الفرنسي. نلقي نظرة كاملة على العود. هذا هو العود بالكامل. المفاتيح والمسطرة من الأبنوس درجة أولى. الزند عياري، من هنا بنقدر نتحكم بالدوسة خلال الشد والرخي، وهذه الميزة بتتيح لنا التحكم بالمسافة بين الوتر والمسطرة بكل سلاسة، بالإضافة إلى أنها بتحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت. هرم العود من قشرة الليمون. الأوتار عندنا ميكروشنات وزان دودو. قياسات هذا العود: العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.9. خلونا الآن نبدأ نجري الاختبارات المختلفة في هذا العود مثل ما تعودنا دائما. إن شاء الله نبدأ. شوي ونختم إن شاء الله. Thank you.
جمال. خلونا الآن نجري اختبار أخير العزف فينجر بورد كامل. تمنياتي بالتوفيق والقاكم على خير، إلى اللقاء.